ثانيه بتشكيله، فهذا الشيء ممكن يكون يا يكون ايجابي يا يكون سلبي. فبس بس هذا الشيء ما يكون في استقرار في الاليه في المجموعه، ما يكون في استقرار. فانا اتمنى صراحه ان اليوم راح تتضح، راح يتضح عمل المدرب اليوم. هذا المحك الرئيسي اليوم واختبار للمدرب ريبيروف، وراح نشوف ان شاء الله الشوط الاول. بس المدرب ترى مو اول يوم يا ايوه، صار له تقريبا 3 سنوات 4 سنوات. بس هنا السؤال كابتن، خط الوسط للاهلي، ارتباط الصفوف الهجومي والدفاعي بغياب تيسير الجاسم الذي في الامام وفي الخلف، لا في 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 اللاعبين، في المقهوي وفي في واحد من لاعب الاولمبي وليد بخشوان، اي بخشوان، هذول لاعبين تماما في نفس الوقت. بس انت دائما اللاعب النص متى ما وثق في المهاجم اللي امامه، صحيح، هذه من الميزه اللي انت تقدر تكسب المباراه. كل التوفيق لفريق الاهلي السعودي امام بورسبيرس الايراني في ذهاب دوري ابطال اسيا من ربع النهائي الى مسقط، وزميلي علي محمد علي لتعليق الشوط الاول، تفضل لك الكلمه والصوره. شكرا للزميل أحمد خليل. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين متابعين في كل مكان، مع عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية هنا في إطار دوري أبطال آسيا، وهذه المباراة المقامة في مجمع السلطان قابوس في بوشهر بسلطنة عمان، مباراة في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا النسخة 15 وطبعا لعام 2017، ما بين بيرسبوليس الفريق الإيراني الذي يلعب هذه المباراة هنا في ملعب مجمع السلطان قابوس في بوشهر أمام نادي الأهلي السعودي، ومهدي طارمي اللاعب المهاجم الخطير اللي عنده 6 أهداف في المقدمة، فريق بيرسبوليس بالألوان الحمراء وملقب بالجيش الأحمر أمام الراقي فريق نادي الأهلي السعودي. في حراسة المرمى النهاردة السومة في المقدمة رقم 9، نادي الأهلي وطموح لقب هذه البطولة، ولما لا، ووصل للنهائي وخسر 85 أمام دايو الكوري، وخسر كذلك في 2012 أمام فريق نادي طبعا أولسان، والتسديدة هدف أول يا ولد، هدف أول يا ولد يا ولد، عمر السومة، هي دقيقة واحدة، عمر السومة أمامنا يسجل هنا الهدف الرابع لهذا النجم، عنده 6 أهداف من قبل في إيران، هذا النجم اللي بيسجل عمر السومة أول هدف، انطلاقة للراقي، انطلاقة لقلعة الكؤوس النادي الأهلي بأداء وبهدف هنا ومتابعة. أدي أمامنا هنا سيرجي ريباروف الأوكراني المدرب الجديد، وأدي أمامنا الإعادة، أدي الكرة من اللاعب الجديد ليوناردو عمر السومة، استلام حلو قوي، أدي صالح، ولكن بقى الابن الصالح، الابن البار عمر السومة لأهلي جدة أهلي السعودي، يجيب ويسجل في مرمى الحارس علي رضا بن رواند هدف التقدم. شوف البداية، يا عيني على البداية، بداية تفرح من النادي الأهلي، بداية تفرح عن طريق عمر السومة، هي دقيقة كانت كافية لافتتاح النتيجة. بص شوف عمر السومة 108 هدف مع النادي الأهلي خلال مشواره مع النادي الأهلي قادما من نادي القادسية، لعب 5 لقاءات في هذه البطولة، كان عمل عملية تنظيف ركبة في إسبيتار في شهر مايو من العام الحالي، ولكن هنا يسجل في هذه اللقطة باقتدار بوي أو مصاب بشد عضلي، يعني أكثر من خبر كتب حول هذا الموضوع، إبعاد خاطئ، خطرة جدا الكرة، التسديدة من جانب اللاعب اللي بيسدد أمامنا محسن مسلمان أمامنا، لكن يضغط مرة تانية، يحاول عليها صادق محرمي، لسه كرة خطيرة، يسقط الراجل أمامنا هو رقم 9، يقع رقم 9 أمامنا، إيه المشكلة، إيه ركلة الجزاء، إيه لمسة اليد، هي في سقوط وادعاء، لازم يكون معاه إنذار للاعب مهدي طارمي أمامنا، هو أحسن لاعب، مهدي طارمي أحسن لاعب في إيران 2016 و2017 للعب 10 يعني أهداف لي في 19 لقاء دولي مع المنتخب الإيراني في لقاءين 2-1 و2 لا شيء. هذه الكرة الركنية، لكن على طول يطلع محمد العويس، كان أمام فريق نادي بونيوت كور في 2009 دور 16، خرج أمام نادي الاتحاد في 2012، وهذه التسديدة إلى خارج الملعب، وخرج أمام نادي الهلال في 2015. فريق
تسديده محسن مسلمان، ادي انطلاقه الخطير امامنا وحيد اميري، وحيد اميري خطر جدا، علي علي بور يضيع، ادي الكوره اللي امامنا، يعني الضغط من جانب بيرسبولس، شوف سرعه نقل الهجمه اتلعبت في ظهر سعيد المولد، وامامنا هنا بقى يعني الضغط بتاعت معتز هساوي، مشكله قلبي الدفاع شجاع خليل زاده ومحمد انصاري، وادي امامنا هنا الكرات العرضيه عمر السومه وتوقف له حلوه قوي، بس يا ولد يا ولد يا ولد كره تحت رجله، لكن شوف التصرف وشوف اللقطه الجميله من عمر السومه، يا ولد يا ولد يا عمر، عمر عينها الجماهير العمانيه صوره عماد الحسني احد نجوم الاهلي السابقين، بص بص يشوف كره تحت رجله مزنوقه شويه، شوف بقى الاستخدام الذكاء ويركن هنا يطالب ركله ركنيه لدين لا شيء على تراكتور ساز 2-1، وكانوا فازوا على نفط طهران 3-0 وتعادلوا مع سيا بنتيجه 1-1. في دفع وفي مسك وفي شد وفي جذب في هذه الكره، وحكم اللقاء هو بيحذر اللاعب محمد انصاري. 12 هدف اسيوي، 11 منها مع الاهلي، وهدف كان مع القادسيه الكويتي امامنا، ولعب طبعا في الفتوه السوري، وادي الكره العاليه، ولكن يطلع علي رضا، علي رضا على طول يطلع باقتدار في اللقطه الماضيه، مره ثانيه ترجع محمد عبد الشافي، استلام بادي نشيط لكن بعد اصابته في اعلى الحاجب يعني اتاثر شويه، صالح العمري المجرة، يا ولد يا ولد يا ولد يا صالح يا ولد يا صالح، صالح تسبب في هدف اللقاء، ادي امامنا اهو صالح سدد كره قويه المره دي الى خارج المرمى، وادي رقم 10 فرشاد احمد زاده كان معار الى تراكتور سازي موسمين قبل ان يعود، ادي امامنا هنا الكرات العاليه خطره جدا وراسيه، ولكن كره محمد انصاري سهله في ايد محمد العوس، سهله بتاعته نشأت في المقص كره حسين البجاوي، وادي امامنا هنا علي رضا بن نواند يطلع على طول يقطع الكوره، وادي مره ثانيه التسديده القويه ولكن الى خارج الملعب، واضح تعليمات سيرجي ريباروف كلما يرى لاعبي فريق نادي الاهلي منطقه الجزاء بيسدد، حسين المجاوي امامنا لكن كورته تطلع لخارج الملعب، ادي حسين المجاوي استعجل شويه، استعجل حسين المجاوي، ادي حسين تسديده لكن الى خارج الملعب، العربيه الاخيره اللي توج بيها فريق نادي الترجي على حساب الفيصلي، ادي امامنا هنا بنتابع كره اماميه، تدخل قوي جدا واصابه الحارس علي رضا، كره اماميه هنا في منتهى الخطوره وتدخل في هذه اللقطه، وكان طبعا صالح العمري امامنا اهو في هذه اللقطه. من رائد في مايو 2015 اول لقاء يلعب اساسي امامنا اهو صالح العمري، النهارده بيلعب اساسي للقاء الثاني على التوالي، ادي صالح وانفراد كان لصالح ولكن الكره يطلع لها علي رضا امامنا اهو بالنواند حارس المرمى واتصدى للكره. بيرنواند حارس مرمى مميز، ادي امامنا هنا بنتابع النادي الاهلي اللي بيحاول 10 مباريات الاخيره للنادي الاهلي في هذه البطوله الاسيويه، خسر امام بنيت كور فاز في 6 وتعادل في 3 خساره، في حين نادي بيرسبولس كان طبعا رايه، نلعب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضائع اللي انتهت، وأدهم مخدمة حكم اللقاء هو المقاتل الوحيد ينهي الشوط الأول، تقدم فريق نادي الأهلي السعودي عن طريق عمر الصومة في بداية وانطلاقة مثالية في الدقيقة الأولى من اللقاء، عمر الصومة سجل بعد دقيقة وثانيتين من أحداث اللقاء، هي قصة الشوط الأول، هي كيف لاعب لوكوموتيف سجل في مرمى أهلي دبي بعد 13 ثانية، وأيضا في هذه البطولة هذه النسخة لاعب شانغهاي لاعب ويلي سجل بعد 21 ثانية، دي الأهداف الثلاثة الأسرع في دوري الابطال، لكن هو مع المنتخب الايراني وحيد اميري رمي تماس طويله داخل منطقه الجزاء مميزين بيها، لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الروعه هنا من محمد العويس في هذه الكره وفي هذه اللقطه، والخطير طبعا مهدي، مهدي تريمي، وتبقى ركله ركنيه ثالثه، ادي كره من اللاعب مهدي تريمي في اللقطه الماضيه، ادي مهدي تريمي الكرات الايرانيه المميزين بيها، لكن محمد العويس في المكان وفي الزمان ويطلع الكرة باقتدار ركلة ركنية تالتة، ضغط المتوقع من بيرسبولس، محمد العويس يطلع يمسك الهواء في اللقطة الماضية، تسجيل فدفة وابو ابوينا طبعا عنده ملاريا على فكرة النيجيري، وادي امنا كرة على القائم الأول ولكن يضيع في إرشاد أحمد زادة،
كرة من محسن مسلمان أمامنا في اللقطة الماضية. لا دي تستحق انذار. بص عمر السومة، ادي عمر السومة، بص بقى هنا هيعمل ايه، هيعمل ايه ليوناردو؟ لا لازم انذار، لازم انذار ليوناردو في اللقطة الماضية مع اللاعب شجاع خليل زادة حكم المرعب. 78 ألف متفرج ايضا، يعني اكيد الكل يتحدث عن الجوهرة، حديث عن الملعب في مدينة الملك عبد الله الرياضية، في عناصر مميزة الحقيقة في النادي الأهلي. كذلك الحال ايضا الخمسه الدوليين في الفريق الايراني. ادي هجمه، هجمه للاهلي، عمر السومه، عمر السومه يلعبها حلوه قوي، وادي امامنا الاستلام عن طريق اللاعب اللي بيتوغل، ادي عد يا ولد ليوناردو، يا ولد يا ولد، حته حته برازيلي بقى عاملها حلوه قوي ليوناردو دي سوزا. ادي بص امامنا الاعاده، ادي ليوناردو دي سوزا لكن الى خارج الملعب. رحله البحث عن بطاقه الى نصف النهائي على طول. الاستلام حلو قوي يا ولد، صالح عاملها حلو قوي، ليوناردو اللي بدا يعني ياخد عين زملائه، ليوناردو بيخش دايما يقطب لجوه، هيعملها يعملها بينيه في اتجاه عمر الصومه، لكن صالح يا ولد، ليوناردو جول، ليوناردو جول يا ولد، ليوناردو دي سوزا خلاص خلاص خد عين زملائه، خد ثقه الجميع، اعتمد نفسه بقوه، اوراق اعتماد البرازيلي ليوناردو دي سيلفا في اللقطه اللي امامنا، في هذه اللقطه هذه امامنا ليوناردو، ليوناردو أمامنا يسجل هنا ويرقص السامبا البرازيلية الراقي بأداء راقي، وأداء هنا بقى فيه تناغم وفيه الأوركسترا السيمفوني السلطاني في سلطنة عمان، لكن النهاردة السيمفونية عاملها النادي الأهلي. بص شوف الأهلي، بص شوف الأهلي بيعمل إيه يا ولد يا صالح، يا ولد يا صالح، تمريرة صالحة من صالح، وليوناردو دي سوزا دا سيلفا أمامنا هنا المتألق في هذه الكرة يسجل ليوناردو. شوف يعني وسع لنفسه بالقدم اليمنى يضعها في مرمى علي رضا، وينال ليوناردو كل الرضا، كل الرضا يا ليوناردو بعد هذا الهدف الجميل اللي بيسجله في الدقيقة 58 من أحداث اللقاء. السومة في الدقيقة الثانية، وليوناردو دي سوزا يسجل هنا في هذه اللقطة في الدقيقة 58 الهدف الثاني، لكن صالح، صالح هو اللي تسبب في الهدف الأول. تشوف هنا الكرة، أدي أمامنا 3 على 2 بقى 4 على 3، محاولة راجل العب، العب يا راجل، العب الجماعة يا سومة، العب الجماعة يا سومة، كان واخد لك مكان رائع جدا حقيقة صالح في هذه اللقطة. الفتيل وليد بخشوين على طول، يا ولد يا وليد، جهد في وسط الملعب بخشوين إلى صالح، صالح التمريرة بتاعت صالح، شوف بتطلع الكرة في قدم على طول، حسين، حسين المجاوي إلى وليد بخشوين، وادي أمامنا التحول والانتشار والاستلام يفرق، وادي أمامنا لا يا ولد يا ولد يا ولد يا راجل يا راجل يا حسين، ليوناردو، ليوناردو حكاية وقصة، حكاية وقصة برازيلية جديدة في النادي الأهلي ومع فريق نادي تراكتور سازي. أمامنا التشجيع الجميل، اتنين لا شيء، فرصة كبيرة جدا. بص يا ولد يا ليوناردو، يا ولد يا ليوناردو، ايه عاملها روعة روعة، لكن أمامنا هنا حسين المجاوي سعودي المتفوق حتى الآن. سومة في الدقيقة الثانية، وليوناردو في الدقيقة 58، وهنا يسجل الفريق الإيراني هدف تقليص النتيجة، هدف تقليص النتيجة عن طريق اللاعب شجاع خليل زاده، شجاع خليل زاده اللي بيسجل في هذه الكره. محمد الانصاري لاعب المدافع قلبها براسه على طول بقى هنا التكمله كانت في الهدف اللي سجل في هذه اللقطه. ادي امامنا اهي الكره الثابته، اتلعبت الكره الثابته من بشار، وادي امامنا هنا يكملها في هذه الكره وفي هذه اللقطه، ادي بشار البديل العراقي، وادي امامنا هنا شجاع رقم 3 هو اللي بيضعها في المرمى ويسجل هدف تقليص النتيجه. ادي الكره اتلمست في اللقطه الماضيه وكملها شجاع، ويبقى النتيجه 2-1، 2 الاهلي السعودي، 1 فريق نادي بيرس بولس في الدقيقة والالتحامات التسديد. ادي امامنا جودون مانسا النيجيري البديل يلعب كرة امامية في اتجاه بشار اللي عامل نشاط، سلطان قابوس في بوشار وعويس يشيل ولسه خطر، ايضا يا محمد انصاري مش ممكن، الكرات العالية الكرات العرضية. ادي امامنا ضربة رأسية من اللاعب وحيد اميري يشيل محمد العويس ويطيح بيها محمد انصاري الى خارج الملعب. بص امامنا هو رأسية من وحيد اميري، لكن محمد، محمد انصاري يضيع الكرة اللي ارتدت من محمد عويس،
وحيد أميري. شوف أمامنا الكرة، ودي أمامنا هنا بقى التبديل، هيطلع حسين المقهوي وينزل مكانه سلمان المؤشر. وده الكلام اتقال يعني ومعروف، لكن خروجه أصلا كان عامل جبهة وعامل نشاط. أدي أمامنا هنا استلام حاولة المرور، حسين مهيني خطرة جدا، حسين مهيني لكن يطلع في الكرة ويلعبها قوية مع فريق نادي بايكان. أدي أمامنا هنا لم حلو قوي، لمه في الأولانية ولم وليد بخشوين وعد من سعيد المولد. مركزين هم الحقيقة بيرس بوليس على الجبهة اليمين، 28 عام ابن دير الزور. ادي امامنا الهدف الاول. بص حضراتكم هنا خطا من علي رضا في ابعاد الكره راحت لعمر الصومه، بالتوقع سجل الهدف الاول في الدقيقه الثانيه من اللقاء، والهدف هو الهدف الخامس ليه في مشوار البطوله. حمدان الشمراني مكان عمر الصومه، عمر الصومه بيغادر الملعب في الدقيقه 82. ادي عمر تلقى التحية، ياسر المسليم طبعا بقدوم محمد العويس، لكن ياسر المسليم زود حركه مع عبد الله معيوف مع وليد عبد الله في مسقط في سلطنة عمان. واحد بيرس بولس الإيراني، اثنين أهلي السعودي في هذا اللقاء حتى الآن. ضغط من الفريق الإيراني، خطرة جدا، جودوين، جودوين مانسا، هدف التعادل، هدف التعادل، جودوين مانسا النيجيري أمامنا القادم من بايكان، واللي لعب في مالطا ولعب في إسبانيا في كومبوستيلا ظهرت أمامه المساحة. لسه بقول لحضراتكم حدث هبوط في أداء كلاوديمير داسوزا وفي أداء وليد بخشوين، بدأ وسط الملعب يزيد على الأربع مدافعين، بدأ يلعب الفريق الإيراني على المساحات ما بين الخطوط في الأهلي السعودي، ويسجل أمامنا هنا جودوين مانسا هدف التعادل في الدقيقة 84. معدل اللياقة عند الفريق الإيراني هو اللي أعاد الفريق الإيراني للقاء، هبوط في الأداء البدني للنادي الأهلي السعودي. ودي أمامنا هنا المساحة وجودوين مانسا نيجيري بيسجل هدف التعادل في الدقيقة 84. خروج ليوناردو داسوزا كان نقطة تحول في اللقاء، عندما خرج ليوناردو داسوزا كانت نقطة التحول، لأن السيطرة اللي كانت يعني عند نادي بيرس بولس كانت دون خطورة، لأن كان خايفين من الصومة وخايفين من صالح العمري